نظمت وزارة الداخلية المؤتمر السنوي السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تحت عنوان مواجهة جرائم غسل الأموال أمنيا وتشريعيا، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة هذه الجريمة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني. أحد أهم صور المكافحة غير المباشرة للجريمة المنظمة ومنها مكافحة المخدرات هو حرمان مرتكب تلك الجرائم من الاستفادة من الأموال المتحصلة من تلك الجرائم. من هذا المنطلق تأتي أهمية المؤتمر السادس لمكافحة جرائم غسل الأموال في مجال الجريمة المنظمة الذي نظمته الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة على مدار 3 أيام تحت عنوان مواجهة جرائم غسل الأموال أمنياً وتشريعياً. سلط المؤتمر الضوء على الإطار التشريعي لمكافحة جرائم غسل الأموال وتعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والجهات المعنية ذات الصلة لمواجهة تلك الجرائم، واستعراض نتائج التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية والتشريعية. أصبح الإرهابيين بيرتكبوا هذه الجريمة بصورة بقت متكررة، بيرتكبوا جرائم مخدرات ويغسلوها عشان يشتروا سلاح أو يأووا أو يحددوا أو يحككوا أماكن وملاذات أمنة للإرهابيين. المجرم بيحاول أن يقول أن المال ده مال جاي من طريق مشروع أو جاي من مصدر مشروع، فبيموه مصدر حصوله على هذا المال ويغطيه بطرق متعددة. الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتتعاون مع جهات الوزارة المختلفة والجهات المختلفة الأخرى من وزارة العدل والوزارات الأخرى في عمليات ضبط قضايا غسل الأموال. التعاون ده بيسفر عن مزيد من الجهد في تحجيم تجار المخدرات ومكافحتنا لعرض المواد المخدرة داخل الجمهورية. أنهى المؤتمر جلساته بعدد من التوصيات المهمة، في مقدمتها عقد دورات تدريبية للقائمين على إنفاذ قانون مكافحة غسل الأموال لتأهيلهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال، والتعريف بالأساليب المستحدثة في هذه الجرائم، وسرعة إصدار أوامر منع التصرف في الأموال وإجراءات التحفظ وتشديد عقوبة جرائم غسل الأموال. نخرج بتوصيات جديدة في نهاية كل مؤتمر بيتم دراستها لتعديل التشريعات اللازمة لاستكمال عملية المكافحة لغسل الأموال على الوقت اللاحق. أسفر المؤتمر عن العديد من التوصيات الفاعلة، أهمها عقد ورش عمل تنسيقية تضم أجهزة إنفاذ القانون ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتعظيم أطر التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية وصولاً لتطوير استراتيجية مصر في مكافحة جرائم غسل الأموال. وتتصدى وزارة الداخلية بكل حسم وفاعلية لجرائم غسل الأموال لتأثيرها وتداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، وهو ما يؤكد أهمية هذا المؤتمر في دعم وتنسيق جهود المكافحة. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.